نادي التعاون غيابات كبيرة، أمس إيقاف، تومبا إصابة، أكثر من 7 أسماء، كان لها تأثير على التعاون اليوم؟ بالتأكيد، أنت عناصر جديدة داخلة مع الفريق، بالتأكيد يكون الانسجام أقل، فهم طريقة اللعب أقل، ولكن إن شاء الله يرجعون المصابين إن شاء الله خلال الأيام الجاية ويرجع التعاون كما كان إن شاء الله. بس في نقطة مهمة جدا، أنا يعني قاعدين نشوف رياضتنا الحمد لله قاعد يصرف عليها شيء كثير صراحة، في تطور كبير في جميع المجالات، ولكن يبقى التحكيم مشكلة كبيرة. احنا اجتمعنا وتأملنا خير في رئيس الجهاز التحكيمي يوم الأحد الفات، ولكن صدمنا بما قاله صراحة، قال اني ما اقدر اجيب لكم اجانب حكام كويسين. ما اعرف، انا هذا اللي انا ابغاه، يعني انت جايب هذا الحكم، انا ما يخلي حكم درجة ثانية في السعودية مو عشان اجنبي جبته هنا، حكم فاشل، حكم مايق يعني ما يملك ابجديات الكره، في ضرب بدون كره في الشوط الاول ومشاها كرت اصفر، بينما احنا لاعبنا يوقف مباراتين وكرت احمر يعني في مباراه الفيحاء. انا لا اعترض، هذاك يستحق، ولكن يعني ابغى حقنا ايضا. النقطه الثانيه، قاعده تدفع فلوس كبيره للحكام الاجانب، اذا ما تقدر تجيب نخبه اطلع في التلفزيون او اطلع تصريح من الاتحاد السعودي، لا نستطيع نجيب حكام الاجانب نخبة كذا، الأندية لها حق تقول لك ما أبغى أو أبغى، لكن أنا لما أطلب حكم أجنبي لمباراة أبغى النخبة. ما تقدر تجيب نخبة أطلع وقول ما أبغى، ما أقدر أجيب نخبة، هذه العينات اللي راح أجيبها. ذيك الوقت أنا بالعكس أرضى في الحكم السعودي، الحكم السعودي أفضل من هذا، أفضل بكثير، ولكن حين نقول نأمل أنه القادم أفضل. أنا أتمنى من الاتحاد السعودي إذا كان يرغب أو لجنة التحكيم إذا كانت هذه العينات اللي تبغى تجيبها تطلع تصرح قبل المباراة، وإحنا نقول لا نبغى الحكم السعودي، لكن في دول يقولك ما أقدر أجيب منها، وفي دول يقولك منعيننا، وفي دول يقولك الحكم الأجانب مش قادرين يجون، فإحنا قاعدين نجيب لكم حتى باعترافه، يقول اللي يجيب لكم مش كويسين، هو باعترافه لنا في الاجتماع قال ما أقدر أجيب لكم كويسين. طيب قول ما أقدر أجيب كويسين، إيش كان ردكم؟ طيب أنتم كراساندي يا أبو عبد الله قاعدين ندفع مبالغ كبيرة للحكم، ليش وش المشكلة؟ اطلع وصرح أنت رئيس الحكم، اطلع قل أنا ما أقدر أجيب الحكم السعوديين كويسين أجانب، لكن بينما انا قاعد اشوف في مباريات ثانيه اقعد اشوف حكام كويسين. يعني احنا قاعدين نجيب مبتدئين، هذا اهم حكم، هذا الوقت الضايع ما حسبه، الفاولات اي فاول علينا كرت، قاعد يوزع كروت، قاعدين انا ما ادري ايش يعني. تكلمتوا طيب عبد الله مع رئيس الاتحاد السعودي حول هذا الموضوع؟ هذا الكلام هذا يوم الاحد اللي فات، احنا كنا طالبين يعني في ضرب الكوع، ضرب يعني قاعد نشوف لقطات تعاد بالفار، يعني احنا قاعدين نعرف كرة ترى، بس يعني انا اشوف قوانين تختلف في مباراه لمباراه، وش التباين هذا انا ما اعرفه. تقصد الحكم هذول يفهمون القانون الجديد؟ مو فاهمين والله العظيم، ما اللي حكم هذا اللي اليوم انا اتحدى انه يحكم دوري ممتاز في بلده، وإذا كان هذا يحكم في دوري ممتاز في بلده فهذا كارثة. تقصد أبو عبد الله أنه في تقصد لبعض الفرق؟ تقصد أنا ما أقول تقصد، ولكن في بعض المباريات يؤخذ له حكام كويسين، يحرص على أنهم حكام كويسين، أتمنى الحرص يعم الدوري كله.